ده اللي هيدير لقاء القمة بكرة بإذن الله. نتمنى له إن شاء الله التوفيق وتكون قراراته صائبة ويدي الفريقين حقهم. الحكم من مواليد 81 وكان لاعب كرة يد. في مسيرته التحكيمية أشهر ما يقرب من 1905 بطاقة صفراء و63 بطاقة حمراء و108 ركلة جزاء. خلال الفترة اللي فاتت بعد الإعلان عن البرازيلي أندرسون صاحب العضلات المفتولة صاحب القوى الجسمانية الكبيرة، لقينا كل الناس بدأت تتكلم عن الحكم، عن عضلاته، عن قوته. لكن استوقفني هنا فين كلامه عن الصفارة بتاعته وعن التحكيم بتاعه. استوقفني هنا إن هو أخد الصفارة الدولية في 2014، مر عليه 2018 كأس عالم في روسيا، 2022 في قطر، ولم يظهر في محفل تحكيمي كبير أو كروي كبير زي كأس العالم، وهو برازيلي وإحنا بنتكلم عن البرازيل هي معقل كرة القدم، فكان من الأولى إنه يظهر في هذه المحافل الكبيرة. لكن خلونا نروح للخبير التحكيمي كابتن نصر عباس عشان نقرب من الحكم أكتر ونعرف وجهة نظره الفنية في حكم بكرة إن شاء الله البرازيلي أندرسون دارونكو. تحياتي ليك يا كابتن ناصر وكل سنة وأنت طيب. تحياتي ليك يا كابتن أسامة وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. كلام محترم حضرتك بتتكلم فيه، وعادة يعني أنت عودتنا إن أنت بتتكلم من الناحية الفنية ودي أهم حاجة بالنسبة للتحكيم. وده بالنسبة لنا الأهم، حكم المباراة إنه يحقق العدالة ما بين الفريقين، دايما قراراته تكون صائبة، وده اللي احنا عايزينه، ان نجاح حكم المباراة هو نجاح المباراة ونجاح البطولة. تمام يا كابتن اسامة، خلينا مبدئيا انا هتكلم في عنصرين مهمين جدا. العنصر الاول وهو هذه المباراة اللي اعتقد كل ما فيها جميل من التنظيم من الترتيب من الجماهير حاجة محترمة جدا جدا. اكيد 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 هنشوف متعة كروية من اللاعبين داخل ميدان اللعب. النقطة المهمة كابتن أسامة، متعة اللاعبين لا تأتي فرادة، يعني أنا متعة الجماهير ومتعة اللاعبين بتكملها متعة التحكيم، عشان كده بقول الحكم لما بيكون حكم كويس بيدي أو بيضيف للمباراة متعة ثانية خالص، وده هو ده دور الحكم كابتن أسامة. الحكم دائما لابد أن يكون وسيلة سهلة للاعبين داخل اللعب أن هم يلعبوا بارتياحية، ما بقاش انا وسيله ضغط على اللاعبين باستغلال سلطه القانون. دي بس دي حاجه مهمه جدا، مش عاوز ابقى انا كحكم ابقى انا ضاغط اللعيبه داخل الملعب. حاول دايما ان انا ادي ارتاحيه للاعبين داخل ميدان اللعب، زي ما حضرتك قلت كده العداله التحكيميه يا كابتن اسامه دي مهمه جدا جدا جدا. ودي من اهم الاشياء اللي بتدي متعه ايضا للاعبين. وفي بعض المباريات بيكون اول تعليق من الجمهور إن إحنا ما حسيناش بحكم المباراة أثناء اللقاء، إن قراراته كلها سليمة، الكفة هنا زي هنا بالظبط. بالظبط كابتن أسامة، كلامك ماشي بميزان واحد جدا. عندما لا نشعر بالحكم داخل ميدان اللعب، ودي دايما بنقولها لحكامنا، أكيد أكيد هنا الحكم كان ماشي كويس ومفيش أي مشاكل في المباراة. هرجع بس للحكم كابتن أسامة، وأنت حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا وهي القوة العضلية والقوة البدنية. فوق دماغنا من فوق وعلى راسنا من فوق انا ما عنديش مشكله، بس انا عاوز اهم حاجه عندي ان القوه البدنيه والعضليه ديت تبقى في الملعب، تبقى بشكل عملي زي ما قلت لحضرتك في تنفيذ العداله التحكيميه للفريقين، توفير بيئه امنه للاعبين يا كابتن اسامه. وانت يمكن كنت لاعب كبير جدا وبتحس قد ايه لما الحكم يكون انت مرتاح له بتادي بشكل مش مضغوط فيه. يعني توفير بيئه امنه للاعبين ده مهم جدا جدا، ما بقاش اللاعب بيلعب تحت ضغط خايف ياخد بطاقة صفراء ثم بطاقة حمراء، ده مهم جدا جدا. 43 سنة أعتقد كان عنده إمكانية وفرصة، مش هقول في 2014 لأن 2014 كان لسه هو حاصل على الشارة الدولية، ولكن كان عنده فرصة في 2018 روسيا إن هو يروح في كأس العالم وللأسف ما راحش. 2022 في قطر أيضا ما كانش من ضمن المرشحين اللي أداروا في كأس عالم روسيا 2022، يعني هو السي في بتاعه مش جامد قوي قوي قوي، يعني أنا شايف إن هو يعني متوسط، ولكن نتمنى طبعا ان هو بكره
يقدم لنا مردود تحكيمي على اعلى مستوى. زي ما قلت مباراه بكره يا كابتن اسامه في نقطه مهمه جدا وهم حكام الفار. انا بقول لحضرتك من دلوقتي لو ما كانش حكام الفار غدا يا كابتن اسامه على وفاق تام مع الحكم في الفهم الجيد للقانون وفي تدخلات البروتوكول يعني مش عاوز اقول هتحصل مشكله، ولكن الكلام ده احنا شفناه. لازم يحصل تواصل او تنسيق ما بين حكم الساحه وحكام الفار. اللي حصل فيها ان كان هناك ركله جزاء للكهرباء والفار لم يتدخل فيها. فانا بقول النهارده ان حكام الفار وحكم الميدان ليهم دور كبير جدا غدا يا كابتن اسامه، وان شاء الله بكره اتمنى للتحكيم ان هو يكون موفق، لان دي هتعكس صوره ايجابيه جدا للمباراه او للمباراه بشكل عام في غدا ان شاء الله. وكنت اتمنى ايضا يا كابتن اسامه حاجه مهمه جدا. وهي ان الحكم يعني يكون هادي جدا، واتمنى ان هو زي ما قلت ما يبقاش هذه مباراه سوبر ومباراه قمه اول مباراه بيلعبها لفريقين من افريقيا. على فكره كابتن اسامه ديربي الاهلي والزمالك هو من افضل الديربيات على مستوى الشرق الاوسط وعلى مستوى الناحيه العالم العربي كله، وديربي لا يقل ابدا عن اي ديربي في ديربيات العالم. يعني هو محظوظ، انا بقول اهو محظوظ بان هو يدير هذه المباراه الكبيره بين النادي الاهلي والنادي الزمالك. اشكرك شكرا جزيلا كابتن نصر عباس الخبير التحكيمي، ونتمنى ان شاء الله يعني يكون الحكم موفق بكره ويكون على قد مباراه.